هذه تفكرت دابا طرحتي هذا السؤال تفكرت هذه المساله هذه. شتي اخويا مزيان تكون قاري شي دومين، مزيان تكون بيرفكت في هذاك الدومين، مزيان تكون محترف في هذاك الدومين، ولكن راه خاص تكون عندك كذلك حاجه زوينه سميتها الصنطيحه. اه حيت كاين بزاف ديال الناس دابا ملي غتدخل الى دخلتي لسوق الشغل راه الا ما كانش عندك الصنطيحه ما تقدرش تلقى خدمه. كاين بزاف الناس اليوم ماشي داوي الكفاءه وتلقاو خدمه وكتلقاهم خدامين. هادي يعني خاصك تعرف كيفاش تكون عندك هادي، يعني تصنطيح. عرفتي شنو هي التصنطيح؟ هو التصنطيح يعني تعرف تكذب، ولكن تكذب تعرف تكذب مزيان. حنا تنهضروا على واحد اللي هو بروفيسيونيل، فهمتي؟ تعرف تكذب مزيان، فهمتي؟ حيت ثاني ملي ما تكونش، حيت ملي تكون بروفيسيونيل في واحد الدومين وتتكذب فيه، ديك الكذبه فهمتي تقدر تقادها لانك بروفيسيونيل في ذاك الدومين كتقادها مزيان باش ما تصيدش. ولكن راه كاينين دوك الجبيهيه اللي ما تيكونوش بروفيسيونيل في الدومين وتيكذبوا، اه تاي مورقين فهمتي، ولكن مع ذلك تلقاو خدمتهم، ما تلقاو تلقاو لي زافير وهذا وحنا ودرنا وخدمنا ودرنا. ف تيخصك ضروري الجبهه، تيخصك تصنطح في المغرب، تنهضر لك في المغرب حيت حيت برا ما تقدرش تصنطح للاسف، فهمتي؟ تقدر تتصنطح عليه وتيقول لك حتى الاخر تيقول لك يلاه وريني هادشي اللي قلتي لي وريه لي، تما تتصنطح عليه غير باش تاخذ لو مارشي، فهمتي؟ هنا تعطاو ارقام، فهمتيني؟ تعرف تهضر، تعرف تهضر، خصك تعرف تهضر. بغيتي تبيع شي حاجه خصك تعرف كيفاش انت مثلا ماركتر باغ اكزومبل، انت كتوصل مثلا جو سي با، تنعطي امثله غير باش نقرب لك الفكره باش نوريك التصنطح كيداير. انت باغ اكزومبل مثلا انت كتبيع شي خدمات مثلا ديال زياده المشاهدات، انت باغ اكزومبل كتقدر توصل في هذوك المشاهدات يلاه تقدر تزيد مثلا واحد 4000 ساعه، انت ماشي تقول ليه 4000 تتحسبها ليه بالثواني، فهمتي؟ تحسبها ليه انت بالثواني باش تجي شي 4 مليون، تقول ليه تنزيدو حنا 4 مليون ثانيه، فهمتي؟ كتكبرها تتكثرها وهي راه بحال بحال اللي جيتي تحسبها. يعني التصنطيح راه مهم، خصك تعرف تعرف تبيع، تعرف تهضر، وهاديك تعرف تهضر وتبيع هي التصنطيح. حيت الا ما درتيش هكا، الا ما درتيش هكا غتلقى مشكل في السوق الشغل، غتلقى مشكل، غتلقى ان ما كتلقاش خدمه، ما كتلقاش خدمه. وثاني واحد القضيه اخرى الكاريزما، الكاريزما مهمه جدا، الكاريزما مهمه جدا. كاين بزاف ديال التلاميذ والطلاب تيكونوا تيقراو مزيان، فهمتي؟ تيقرا مزيان الدري، تيجيب ديما لي بون نوت، ماستر تبارك الله، دكتوراه، فهمتي؟ ولا هذا تيقرا مزيان ولكن ما عندوش كاريزما، كتلقاه تيحشم، كتلقاه كيعرق، كتلقاه ما تيقدرش يهضر، كتلقاه ملي تيبغي يدوي كيبدي يتفتف، راه ما غاديش تلقى خدمه ولدي. راه الا خصك تلعب على الكاريزما اللي عندك، خصك تصنطح، خصك تعرف تخرج تهضر. راه كاينين هاد الناس هادو، للاسف هاد الناس شكون اللي كتلقاهم؟ كتلقى بعض المرات الاباء ديالهم كانوا تيضربوهم في الصغر باش يقراو، فهمتي؟ والقرايه، فهمتي؟ وبا ديما تيغوت عليه وديما هذا السيد من غاق تيعرف غير القرايه، هذه راه هذه راه خايبه بزاف. راه الكاريزما ضروريه، راه السيد ها هو قرا، ها هو ولدك قرا، ها ولدك قرا، ها ولدك قرا، ها هو دار الماستر، واش غيلقى خدمه؟ راه ما غيلقاش خدمه، انا راه ما يمكنش نخدم واحد تيتفتف، اي يقدر يخدم في الدوله، يمكن يقدر يخدم في الدوله، اه حيت الكونكور ودوز وماتش الشفوي ثاني كي غيدوزو، المهم، ولكن راه باش يخدم سميتو راه صعيب. كاينين الخوت راه تيجي تيجيو عندي وتنشوفهم، والسيد تيتفتف اصاحبي، تيتفتف تيتفتف وهذا وجالس مسك وجالس وما قادش يشوف فيك، وجالس وما قادش يشوف فيك، راه باترون ولا واحد راه ما يشوفك هكا راه ما غاديش، وانت تنشوفك انت ما عندكش الثقه في راسك عاد بغيت نثق فيك انا، راه ما يمكنش. حيت راه الثقة في النفس مهمة الخوت، القراية راه هي زوينة، مهم تقرا، ولكن راه خصك الكاريزما، واش انت عندك كاريزما؟ واش ملي كتكون بريزونطابل كتهضر كتقدر انك تفرض راسك؟ هادي راه مهمة جدا، وهاد الشيء حاول انك تحسنو، بدا تهضر هضر مع الجمهور، حاول انك تفرض راسك. انت تجلس الناس كتشد الانتباه، كتشد الانتباه ديال الناس، كتخلي الناس يتصنتو ليك، هادي راه مهمة جدا. فخصك تكون عندك، وهادي راه كاريزما، خصك تكون عندك، ماشي تكون كدوز ان ابيغسي ديما جالس في القسم، كي كنتي جالس في القسم جالس هذا ديما، راه ميمكنش تبقى ديما دايره.
تكلم لكي أراك. كلام صحيح، السنطيحة هي اللي خدامة. راه ماشي دابا ماشي تنقول لك، راه دابا تنقول لكم هاد الهضره، تنقولها لكم لانني ولد سوق الشغل داخل شايف. راه انا خدام، انا راه خدمت عند الناس وخدمت ودرت ديالي وخدام، راه انا عارف كل شيء. راه تنقول لك السنطيحه خدامه، السنطيحه خدامه، هادشي اللي كاين. غتقول لي لا، وانما هو الكذوب، وان لا غير سير اخويا صلي في الجامع وجلس، راه ما غادي تخدم ما دير حتى الزرار، خصك تسنطيح. هذا هو المغرب، خاصك تكثر عليه الهضره. تنعرف ندير هادي وندير هادي وندير هادي، والحاجه اللي ما تتعرفهاش قول ليه تنعرفها. المهم ماشي تقول ليه تنعرفها وانت في الاخر ما عندك هذا. حنا نهضروا على واحد اللي هو بروفيسيونيل، فهمتي؟ تتعرف كيفاش تسلك راسك، ما تتشدش، دير كي الفار، كنشدك من هنا تهرب ليا من هنا، نشدك من هنا تهرب ليا من هنا. والمصنطحين هما اللي واخدينا. على انت دابا ملي كتجي تقول لي باغ اكزومبل هاد السيت ديال الوزارة ولا هاد ولا هاد لابليكاسيون هادي ديال هذا، واش هادشي واش هادشي كيتعطى واش هاد، علاش كلشي شاد هذاك المارشي؟ كون كنشدو حرايفي كون راه بان ليك، كون بان ليك حرايفي راه كان تيبان ليك شادو غير منصنطيح التنطيح. اي لو فرونسي، اي لو فرونسي، الله يرضى عليكم الدراري، قراو الفرونسي مزيان باش تسنطح بها مزيان. حيت المغرب راه تيتسنطحو، حيت دابا المغرب الاشكال الكبير الا هضرتي معاه انجليش هو تيهضر معاك فرنسا تيقول لك تتعيق عليه، هادشي اللي كاين. هضرتي معاه عربيه دارجه تينقص منك لو فرونسي. مي ماشي مهم تقرا لو فرونسي كيما، مي خصك تعرف كيف با وي فهمتي، خصك تعرف دوك تكون عندك الكومينيكيشن فهمتي، واللغه تكنيك. حنا انا صراحه حتى اللغه تكنيك هربطه. دابا عطينا اللوجيك اخويا، هذا هو اللوجيك اللي عطاتك. الا ما كانش عندك واحد بعدا، شوف الا كنتي غدير شركه وما كانش وما كنتيش تقل الفرنسي بعدا، جيب واحد اخويا هو اللي بدا يمشي معاك تشد لي مارش، قول ليه اش يقولوا خليه هو يدوي، فهمتيني؟ اما زعما الفرنسي راه مهمه في لي مارشي مغرب مغربي، سينا تبدا تخدم في داكشي اللي لا علاقه، فهمتي؟ انا تنهضر لك بديت تاخد دي مارشي كبار وهذا، سينا تولي تخدم فهمتي شي سيت ديال البلديه بغا يديروا مثلا المسيبال شي حاجه ديال طوارويات الزبال ولا جي يعطوك دوك لي مارشي جوج دراهم هما اللي بغا يعطيوك، وانا بغيت تضرب لي مارشي هذا خصك فرونس وتقول لها بريزونطا او لا بريزونطاسيون مهمه كذلك، خصك ثاني ملي تبغي خصك تعرف تضرب، خصك تضرب رويحات ساويين، خصك دير رويحات ساويين، تضرب مكانه ساويه، تضرب حطه ساويه، تضرب حديده صافي واخا غير كريها ماشي مشكل، باش تبان كاين، باش تبان كاين. هذا هو هما اللي كيديروا اخويا، هادشي اللي كاين تتوقف حداه تيبدا يدير فيك ها، علاش كتشوف ليا في صباطي؟ واش تلاحظوا هاد القضيه الخوت ولا ما تلاحظوهاش؟ يلاه كذبوني، شحال من واحد تتوقفوا عنده في شي اداره تيبدا يشوف لك صباطك وتيدير فيك، تيشوف لك صباطك هو الاول، ما فهمتش واش انا عينيا كاينين في صباطي؟ ما فهمتش، تيدير لك صباطك هكا تيدير ولا ما يعيقش يدير ها، هادشي اللي كاين اخويا. بغيتي ولا ما بغيتيش؟ سير شي اداره عموميه، سير ضرب شي حطه واعره وسير مكرفص، اضرب حطه واعره غيبدا يعيطوا لك استاذ هذا كاين ما نقديوها استاذ، فهمتي؟ واش كاين ما نقديوها استاذ يبدا يقول لك هذا وهذا، وسير مكرفص شد النوبه مع صحابك. تتبع الوهم هادشي اللي هادشي اللي كاين اخويا، هذا هو الواقع. حنا هاد الواقع ما راضينش عليه، وهاد الواقع ما حاملينوش، وهاد الواقع كنحاولوا نهضروا عليه باش يتبدل، باش بنادم يولي يحشم. شاف بنادم لا شاف هادشي تنقولوا هو تيديروا بغا يحشم، فهمتي؟ بغا يولي بحال عايقين بيك، بغا يمرق، ولكن هذا هو الواقع اخويا، فهمتي؟ لغة الجسد، وهاديك لغة الجسد الثاني فيها الكونتاكت فيها الكونتاكت، يشد لك الكونتاكت ويبقى يحطو لك، تتلقى الكونتاكت داك كيلس، عرفتو داك كيلس؟ يعني الكونتاكت صغير وحطو لك حتى هو حطوك، زعما شوف الكونتاكت، زعما علاش بغيت نشوف داك الكونتاكت، زعما انا راه عندي طوموبيل، تتلقى بنادم اصاحبي ما ماش،